بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان إطعام الطعام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن معلى اللواحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده سبحانه بكل ما حمده به أجل حامديه عنده وأصدق عابديه في عبادته، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإن من خصائص هذا الدين المميزة له عن سائر الأديان أنه دين تكافل وتعاون وتعاضد بين المسلمين. فليس المسلم هو ذلك الإنسان الذي يعيش على هامش الحياة، لا يهمه أمر الناس ولا يعنى بقضاياهم، بدءاً من القضايا الشخصية إلى القضايا العامة للأمة. فهذا الدين من مميزاته أنه أعطى كل ذي حق حقه، وزاد على العدل الذي هو إعطاء كل ذي حق حقه الإحسان، فندب المسلم إلى أن يحسن إلى إخوانه. هذا الدين ليس دين حقوق المسلم على إخوانه فحسب، بل أيضاً دين أعطى حتى للكفار حقوقهم على المسلمين، وأعطى حتى للبهائم حقوقها. وهكذا كل شيء في هذه الحياة، فإن المسلم منضبط في التعامل معه، يعطيه حقه ويحسن إليه إذا كان هذا المتعامل معه يستحق الإحسان. إذن من ظواهر هذا الدين ومن خصائصه المميزة له أنه دين إعطاء الحقوق لأهلها، ودين الإحسان إلى من هو أهل للإحسان. لقد ندبنا ديننا إلى أعمال هي واجبة علينا وهي حقوق لغيرنا علينا، كما ندبنا إلى أعمال فاضلة مقربة إلى الرب سبحانه وتعالى وفيها إحسان لخلقه. وكلما كان الإنسان، كلما كانت الحاجة إلى إحسان الإنسان أعظم، كان الحق عليه أكبر، وكان ندبه إلى العمل أقوى، بل ربما رقى ذلك الندب إلى الوجوب، فوجب على الإنسان أن يعطي الناس من الإحسان في مما هو إحسان في سائر الأوقات، أن وجب عليه في زمن الحاجات أن يعطيهم ذلك الإحسان، ولكن على سبيل الوجوب. إن أعظم مطلب للإنسان في هذه الحياة في أمر دنياه هو الغذاء، وسعي الناس دائماً في وظائفهم وأعمالهم وكدهم وسعيهم هو لأجل اكتساب هذا الطعام الذي تقوم به حياتهم، ويبقون به أحياء في هذه الدنيا. يسعى الناس في الأرض وغاية جهدهم تحصيل ما به بقاء حياتهم، فما زرع الزارعون إلا وهمهم الرئيس أن يأكلوا، وما رعى الرعاة أغنامهم وأبقارهم وإبلهم إلا وبين عينيهم أو نصب عينيهم أن يأكلوا منها ويشربوا من ألبانها. وأما تحصيل المكاسب فهو هدف يسعى إليه الإنسان، ولكن أول هذا الهدف وأصله هو السعي من أجل الطعام أو من أجل الغذاء الذي به تقوم الحياة. وهذا الطعام نعمة من نعم الله عز وجل على خلقه، والله سبحانه يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبهذا الطعام يتبقى حياة الإنسان، وكل عمل يعمله وهو حي فهو فرع عن هذه النعمة، لأن بوجود هذه النعمة حصل الإنسان السعي في الأرض وطلب المكاسب، وحصل حتى العبادات، هذه العبادات التي يقوم بها الإنسان من صلاة ونحوها إنما يقدر عليها إذا استقامت حياته أو قدر على البقاء حيا. هيأ الله عز وجل لخلقه هذا الطعام،
ويسر لهم أسباب وطرق الالتذاذ به، ويسر لهم أسباب طعمته، ويسر لهم أسباب هضمه، ويسر لهم خروج الأذى، كما يسر لهم بقاء مادة هذا الطعام الذي به ينتفعون. وهذه الشريعة من كمالها أن جعلت الطعام سبباً أو سبيلاً لتحقيق العبودية لله رب العالمين. فليس الإنسان المسلم ذلك الذي يطعم طعمة البهائم، يعني يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، بل المسلم يطعم من حلال ليتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيهمه مصدر الطعام، ويهمه القوة التي يكتسبها بهذا الطعام، وإلى أين يصرف هذه القوة. أما الكافر ليس يهمه أمر مصدر ذلك الطعام، ولا يهمه أيضا مآل الطعام، بل كما قال الله عز وجل عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن المؤمن جعل الطعام سبيلا لشكر الله سبحانه وتعالى والقيام بطاعته سبحانه، بل جعل الطعام سبيلا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فنظر الإنسان إلى طعامه وأطوار هذا الطعام، وكيف كان بذرا ثم وضع في الأرض فشق الأرض شقا حتى خرج ذلك النبات الذي طعمه الإنسان هو وبهائمه. فإذا هذا الطعام بتقلباته وأطواره التي يمر بها آية من آيات الله عز وجل، ودلالة من دلالات وحدانيته سبحانه. ومما يشهد لصلة الطعام بالقيام بحقوق الرب سبحانه وتعالى من شكره وعبادته قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فظاهر من هذه الآية أن الله آمر بالأكل من الطيب، والطيب اسم يشمل الحلال أي من جهة مكسبه، والطيب في ذاته بأن لا يكون الطعام نفسه خبيثا، ودعا وندب إلى شكره: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن مقتضى عبادته سبحانه وتعالى أن يشكر على هذه النعمة الجليلة منه سبحانه وتعالى. وإذا تأمل الإنسان عظيم فقره إلى الطعام، وأنه لا قيام لحياته بدون هذا السبب الذي جعله الله سبحانه وتعالى، عرف في المقابل عظيم غنى المنعم سبحانه وتعالى عن الطعام، وأنه لا يطعم سبحانه ولا يطعم. قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل: إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. إذن كون الإنسان محتاج إلى الطعام الذي يمن الله به على خلقه، وكون الرب سبحانه غني عن أن يطعم، ذاك دلالة على فقر المخلوق، والآخر دلالة على عظيم غنى المنعم الخالق سبحانه وتعالى. فالله هو المطعم لخلقه، ولولا فضله سبحانه وتعالى لبقي الخلق لا يجدون سبيلا لبقاء حياته. وهذا الأمر يعرفه العارفون الذين لا تقف أنظارهم ولا أفكارهم عند حدود النعم الظاهرة التي يرونها، بل ينظرون فيما وراء هذه النعم من نعمة المنعم سبحانه، فيعرفون ربهم من خلال نعمه سبحانه. ولذلك ممن عرف ربه وذكر الله لنا خبره في القرآن تعليما لنا قول الله إبراهيم عليه السلام، فقد قال الله حكاية لقوله عندما أراد أن يعرف إبراهيم عليه السلام قومه بربه سبحانه وتعالى قال: والذي يطعمني ويسقين. فالله سبحانه هو الذي بيده إطعام العبد، وهو الذي بيده أن يمن عليه بالسقيا. فإذ كان الأمر كذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لا هذه الأوثان التي لا تملك الضر ولا النفع للناس وليس بيدها
شيء من الأمر. والله سبحانه وتعالى في سياق امتنانه على قريش قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأمرهم بعبادته وجعل، ثم قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الذي أطعمهم من جوع، هذه الجملة بمثابة التعليل لما قبلها، يعني كأنه يقول سبحانه: إن موجب أمرنا لكم بالعبادة أن الذي أمرتم بالقيام بحقه بالعبودية هو الذي من عليكم بأن مد لكم في الأرزاق وآتاكم أقواتكم وطعامكم الذي به قوام حياتكم. فالله سبحانه هيأ لقريش هاتين الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وهما من أسباب النعم التي وقعت لقريش، فكان من واجبهم أن يشكروه سبحانه ويعبدوه. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الأمرين، وهما الأمن، الشبع أو الطعمة من الجوع، والأمن من الخوف، وهاتان النعمتان ما اجتمعتا لعبد إلا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل هاتين النعمتين، إذ لا عيش من الجوع، لا عيش مع الجوع ولا أمن مع الخوف، فمن خاف لم تستقم حياته، ومن جاع لم تستقم حياته، بل ربما لا يبقى حيا. ولا تحصل تمام، ولا يحصل تمام النعمة إلا باجتماع هذين الأمرين. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح معافى في بدنه، آمن في سربه، فكأنما عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذن هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الطعام، نعمة رئيسة من النعم التي بها قوام حياة الناس. ولذلك شرع للمسلم أن يشكر الله على الطعام، كما قلنا قبل قليل في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبوأ مضجعه عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي كفاني وأطعمني وسقاني، كما في مسند أحمد. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ولكن إذ تقرر أيها الإخوة أن هذا الطعام به قوام الحياة، وأن الله من به على الخلق، فيجب أن يعلم أيضا أن المسلم كما أسلفت ليس ذلك الإنسان الذي يعيش لنفسه، وإنما هو أيضا يحيا لينفع الخلق من حوله. فهذا الدين دين تكافل وتعاون، دين عدل ودين إحسان ودين بذل للخير للعالم. فشرع الإسلام فيما شرع من القربات للمسلمين إطعام الطعام، فشرع لنا أن نطعم الطعام للغير. والله سبحانه كما سمعنا من فضيلة الشيخ قبل قليل وعد الأبرار جنات النعيم، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ثم بيّن لما نالوا هذا الأجر العظيم من الله عز وجل، وما هي الأمور التي أهلتهم لنيل هذه المرتبة العالية. الأولى مرتبة الوصف، إن الأبرار، أي كونهم أبرارا، والثانية هذه المنزلة التي في الجنة التي ذكر عين ما يشربونه تكريما لهم أو بيانا لعظيم منزلته. لقد جعل الله عز وجل من أسباب نيلهم هذه المنزلة العظيمة قوله أو فعلهم الذي بينه بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهم يطعمون الطعام، أي يبذلون الطعام للغير ليأكلوه ويطعموه وتبقى به حياتهم. يطعمون الطعام على قلته وعلى حبهم لهذا الطعام، مع أن بعض أهل العلم قال يطعمون الطعام على حبه، أي على حبه، أي حب الله سبحانه وتعالى، لكن الظاهر والله أعلم
أن المراد على حب الطعام، لأن الإخلاص دل عليه بقية الآيات: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهؤلاء يطعمون إذن الطعام على قلة الطعام وعلى حبهم للطعام وشهوتهم للطعام اليتيم الذي فقد أبويه، والمسكين الذي لا يجد كفايته، والأسير العاني الذي أسر وحبس فلا يجد سبيلا لطلب معاشه. فهؤلاء يخصون هؤلاء الضعفاء بخير ما عندهم من الطعام، حتى أن بعض التابعين كان إذا جاءه الفقير قال، أو الطارق من الفقراء والمساكين، قال: أطعموه سكرا فإن الربيع يحب السكر، يقصد نفسه، لأن الله عز وجل قال: ويطعمون الطعام على حبه، فيختار من الطعام ما هو أحب إليه من غيره. وقد ذكر الحسن رحمه الله أن ابن عمر كان يحضر مائدته أو طعامه يتيم، وهذا اليتيم ألف الحضور والطعمة معه، فدعا ابن عمر ذات يوم بطعامه ولم يأتي اليتيم، فلما فرغ ابن عمر من طعامه جاء ذلك اليتيم، فدعا ابن عمر رضي الله عنه بالسويق وعسل، وهو طعام أطيب من الطعام الذي أكله، فقال لهذا اليتيم: دونك هذا فوالله ما غبنت، يعني ما خسرت شيئا ولم يفتك شيء أعظم مما قدم إليك. فقال الحسن، قال الحسن وهو يذكر هذه القصة: وابن عمر والله ما غبن، يعني وهو أيضا، أي الآن الذي أنفق الطعام على حبه وأعطاه هذا اليتيم، أيضا هو لم يغبن ولم يخسر، وإنما أجره عند الله عز وجل عظيم. إذن هم يطعمون المسكين، يطعمون السائل الذي يأتي يطلب طعاما أو لا يجد كفايته أو حاجته، ويطعمون اليتيم الذي لا عائل له يعوله، يبحث له عن كسب وطعام، ويطعمون الأسير العاني الذي لا يجد سبيلا للبحث عن الطعام والاكتساب. وإطعامهم لأولئك القوم وأمثالهم إنما هو لوجه الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي ليس الإطعام لطلب سمعة، لطلب سمعة ولا جاه ولا منزلة ولا لشيء من ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: كذلك كانت نياتهم في الدنيا حين أطعموا، يعني حين أطعموا الطعام كانت نياتهم التقرب إلى الله سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لكن هل هم تكلموا بهذا؟ يعني هل هم حين أطعموا قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله، يعطون اليتيم ويقولون له: ها، إنما نطعمكم لوجه الله؟ يقول مجاهد رحمه الله: أما إنهم لم يتكلموا به، يعني لم يقولوا إنما نطعمك لوجه الله لليتيم أو للأسير، أما إنهم لم يتكلموا به، ولكن الله جل ثناؤه علم ذلك منهم فأثنى عليهم به ليرغب في مثل عملهم، أي ليحفز الآخرين على أن يحتسبوا الأجر حينما يطعم الغير الطعام. هذا الإطعام عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك نال أهله هذه المرتبة العظيمة، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ووعدهم هذا الوعد العظيم. ولكن أيضا ليعلم أن أجر الإطعام يزداد بحسب الحاجة إليه، فليس الإطعام في المساغب والمجاعات كالإطعام في حال الرخاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن السبيل لتجاوز الشدة والمشاق التي تكون في طريق العبد إلى مرضاة ربه والجنة، من سبل تجاوز تلك العقبات إطعام الناس في المجاعات، لأن إخراج المال وإطعام الغير في حال الشدة والمشقة والجوع ليس كإطعامهم في حال الرخاء وسعة الرزق. فلما كانوا قدموا هذا الطعام لإخوانهم ليبقوا على حياتهم، فكافأ الله عز وجل جازاهم بجنس عملهم، فكان إطعام
يعني كما كان إطعامه الطعام سبيلا لنجاة الناس في الدنيا من الموت والهلاك، كان إطعام هؤلاء سبيلا أو تقديمهم الطعام لإخوانهم سبيلا لنجاتهم وفكاكهم من المشاق والعقبات التي في طريق الجنة. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا فتأملوا في عكس أو ضد هؤلاء المطعمين، وهم أهل النيران الذين لم يتجاوزوا هذه العقبات وإنما سقطوا. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى بين فيما ذكر عن واحدهم في ذكر سبب ما وقع له من دخول النار: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فلاحظوا التسوية بين أمرين: الإيمان والإطعام. فالإيمان حق للرب سبحانه وتعالى، والإطعام حق للمسلم على أخيه. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهذا أيضا فيه إشارة لحقين عظيمين: حق الله سبحانه وهو القيام بعبوديته ورأس ذلك بعد التوحيد الصلاة، وحق العبد وهو إطعامه أو إعطاؤه كفايته من الطعام لمن قدر على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فبين أن من تكذيبهم بالدين، تكذيبهم برب العالمين، أنهم لا يحضون على طعام المسكين. يقول بعض السلف: أي لا يطعمونه، يعني لا يطعمون المسكين ولا يأمرون بإطعامه، فلا هم الذين أطعموه بأنفسهم ولا هم حين لم يطعموا أمروا أو دعوا الغير لإطعام المسكين. والذي يطعم المسكين يقدم محاب ربه على محاب نفسه، لأنه لا يطعم المسكين ابتغاء منزلة أو جاه، وإنما يطعمه ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول أيضا في الآية الأخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فإذا عدم إطعام الطعام صفة ذميمة من الصفات التي يقع فيها بنو آدم. أيها الإخوة، إن الكافرين والجاحدين والمكذبين بيوم الدين يبخلون، وربما أحياناً احتجوا بالقدر على مخالفتهم الشرع، يعني يحتجون بأن الله هو الذي قدر فقر هذا الفقير وعدم قدرته على امتناعهم هم عن إطعام هذا الفقير أو إطعام هذا المسكين. وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فكأنهم يحتجون لأن الله لم يقدر على هذا، لم يقدر لهذا الفقير أو هذا المسكين طعاما، فكيف نحن نطعم من لم يطعمه الله سبحانه وتعالى؟ وهذا كذب منهم، لأن المحتج بالقدر في مثل هذا الباب لما لا يحتج به في حق نفسه، بل إذا وقع به الجوع سعى في طلب الرزق وسعى في طلب الطعام. إذن الآيات في القرآن العظيم شاهدة على عظيم منزلة الإطعام، وأنه من القربات ومراضي ومحاب الرب سبحانه وتعالى، وأن العبد متى ما اجتهد في بذل الخير للعالم بإطعام الطعام ونحو ذلك من القربات، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بجنس عمله، كما قال الله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا أردنا أن ننتقل من الإجمال إلى التفصيل، نجد أن في القرآن أوامر بالإطعام. من هذه الأوامر التي في الإطعام ما هو على سبيل الفرض والحتم والإلزام، أي لا خيار للمرء فيه، ومنها ما هو على سبيل الاستحباب. فالله سبحانه وتعالى مثلا جعل من إطعام الطعام ذبح الهدي والأضاحي والعقائق ونحوها. فالله سبحانه في كتابه بيّن أن الحج، وهو عمل فاضل عظيم المنزلة وركن من أركان الدين،
وفرض من فرائضه ومبانيه العظام التي لا قيام التي قيام دين المرء عليها، بين أن من الحج أو من أعمال الحج ذبح الهدي والنسك، فقال سبحانه وتعالى: وذبح الهدي والنسك من مقاصده إطعام الناس الطعام. يقول الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن من مقاصد ذبح الهدي أن يأكل منها ذابح الهدي وأن يطعم منها البائس الفقير. فهذا إذا تأملناه وجدناه جزءا من نسك الحج الذي هو فريضة من أعظم فرائض الدين. في الآية الأخرى أيضا في الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فهو سبحانه سخرها، ومن أسباب تسخيرها أنها طعام للناس، وإذا سخرت لتكون طعاما لنا فإن مما يفعل أن يشكر الله مما تقابل بها هذه النعمة شكر المولى سبحانه وتعالى. ومن شكره، لأن الشكر ليس مجرد لفظ باللسان، ومن شكره أن يبذل الإحسان إلى الخلق بإطعام الخلق شيئا من تلك الهدي والأضاحي. إذن هذا أصل دال على أن الفقير له نصيب من الهدي، ومثلها في الحكم الأضاحي والعقائق ونحوها. ومن الإطعام الواجب الذي ورد ذكره في القرآن أن تبذل الكفارات لأهلها، فيجب لمن أراد أن أو لمن وجبت عليه كفارة أن يطعم. فمثلا في اليمين يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ولاحظوا هنا أن الكفارة بدأت بالإطعام والكسوة والإعتاق، وهذا كله سابق لمنع النفس عن المفطرات بالصيام، لأن الإحسان قربة، لأن الإطعام قربة وإحسان إلى الغير، فقدم. يعني ليس للناس فائدة في صيام الحانث الذي يريد أن يكفر، فقدم الإحسان إلى الغير في هذا الباب، فالصيام محض قربة خاصة، وأما الإطعام